نبي العبادة وشان ورتينا في الرياض ونبارك لك هذا العمل. سؤالي نبغى نعرف أكثر عن تفاصيل هذا العمل. لا ما أنا مش هقدر أقول عن تفاصيل العمل أبدا أبدا مهما حصل، لكن هو حاجة جديدة علي، أنا ما عملتهاش قبل كده، سعيدة بيها، سعيدة بالشخصية، سعيدة بوجود كل المشتركات أو المشتركين معايا في العمل، لأن المجموعة اللي هتبقى موجودة معايا ونبقى موجودين مع بعض أكيد هنطلع عمل بشكل حلو له طعم حلو. أنا هكون في وسطيهم بقدم حاجة مختلفة عن اللي قدمتها قبل كده. يعني رجوعك أو عودتك للأعمال الفنية بعمل سباعي، هل نقول الآن أنه عادة الأفلام أو مسلسلات سباعية؟ حبيبتي هو دلوقتي كل اللي بتعمل دلوقتي ما بين 7 وما بين 10 وما بين 15، يعني حسب أنا ما احتكاكي بالمؤلفين وبالناس، إن بقت دلوقتي أثروها بقت 15 أو بقت 10 أو بقت 7، فممكن تبقى 10، ما أعرفش، نسأل الأستاذ خالد، روح اسألي وتعالي قولي. شكرا لك، يعطيك العافية. أوكي يا حبوبة.